وتعالوا بقى نعمل البطاطس الويدجز اللي احنا هنقدمها مع السمك المقلي. علشان نعمل البطاطس الويدجز محتاجين بطاطس جبناها وبقشرتها، جبنا الفرشة او الليفة المخصصة للخضار، نقعنا البطاطس شوية في مية دافية، وبعدين يعني فرقنا الجلدة بتاعتها كويس جدا جدا بالفرشة او الليفة بتاعت الخضار، وبعدين سلقناها في مية فيها ملح نص سلقة. بعد كده هستخدم زيت وهستخدم ملح وفلفل، توم بودرة، بصل بودرة، زعتر فريش، كاري وبابريكا، سكر. طيب هعمل ايه؟ هعمل الاول التتبيلة. ادي زيت كويس، يعني 3 4 معالق كبار، يعني نص كوباية زيت. زعتر افضل يكون فريش، والباقي كله بودرة عشان ما فيش حاجة تتحرق في الفرن، كله على بعضه، ملح وفلفل وتوم بودرة وبصل بودرة وزعتر وكاري وبابريكا وسكر وزيت، فاضلي بس كده الملح والفلفل. والسمك ما بنقلبوش كتير عشان ما يتفتتش مننا، ويفضل بعد ما تحطوه في البقسماط تشيلوه في الفريزر وتقلوه مجمد، يدوكوا نتيجة احسن. وبعدين هقلب هنا التتبيلة بتاعة البطاطس الويدجز. بعمل ايه؟ بنزل القطعة بتاعة البطاطس في التتبيلة، وبعدين باخدها على الصاج اللي عليه ورق زبدة.